يبدو أنه لم يدرك بعد ولم يستوعب الدرس، إنه نظام سوري صاحب الشعارات الأكثر رنينا والسلوك الأكثر عنفا وتناقضا، لم يقتنع بعد بأن الشعب يريد إسقاطه لا إصلاحه. من درعا وليس انتهاء بجسر الشغور، تستمر العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام تحت مسميات كثيرة تخلف صورا متشابهة يختلط فيها القتل بالتدمير والتهجير وترويع السكان الآمنين. إدلب أو إدلب الخضراء كما يسميها السوريون باتت اليوم وجهة جديدة لهذه العمليات واسما جديدا في سجل أسماء المدن التي تطالها حملات الانتقام العسكرية تباعا. لا تنسى بقراها المختلفة تاريخ المجازر في عهد حافظ الأسد الأب، فالمدينة الممتدة على رقعة الجغرافيا السورية الخصيبة ذاكرتها مثخنة بالجراح والدم، والمدينة التي أهملها نظام آل الأسد في التنمية والمشاريع عاد ليتذكرها اليوم بعد خروج أهلها يهتفون ضده وضد تاريخه الأسود معهم كما تقول هتافاتهم الشجاعة. إدلب الآن هي ملعب النظام، يصول ويجول في قراها وبيوتها نشيرا القتل والعنف والرعب أينما حل. مناطق عديدة في إدلب لم تسلم من المداهمات والحصار، فقد قام الجيش بمحاصرة قرية مرعيان بجبل الزاوية، وداهم الأمن البيوت ليلا وأسقط 4 شهداء وعددا من الجرحى. قتل المدنيين العزل الآمنين في بيوتهم. وقرى الرامي والبارة والمغارة وأحسن وشنان كلها وقعت تحت الحصار منذ يوم أمس، وقد تحدث شهود عيان عن هروب الأهالي من المنازل ولجوئهم إلى العراء في جبل الزاوية. إدلب التي لم ينفع معها التهديد ولم يفلح مخبرو أجهزة الأمن في تطهير نفوس أهلها من لوثة الحرية والعزة والكرامة، لا يبدو أن العمليات العسكرية ضدها ستفلح أيضا في خنق حناجر أهالي هذا البلد، فالأدلب الذين لم ترهبهم أحداث جسر الشغور القريبة منهم ولم يعتبروا من القمع والتهجير أصروا على الخروج والتظاهر ليس فقط يوم الجمعة وإنما كل أيام الأسبوع. لا يبدو أن آلة العسكر ستصلح ما أفسدته نشوة الحرية في نفوس شقت عصا الطاعة وخرجت من قمقم الذل إلى غير رجعة.